أكدت وزيره التضامن الاجتماعي نيفين القباج ان المنتدى العربي لصحه المراه والمنعقد تحت شعار المراه والسرطان من الوقايه للتعافي يسلط الضوء على احد اهم اولويات الدوله المصريه واهم محاور حقوق الانسان الا وهو تعزيز صحه المراه بكل فئاتها. واكدت وزيره التضامن الاجتماعي على الالتزام الخاص بالوزاره بدعم ومسانده منظمات المجتمع الاهلي العامله في مجال صحه وتنميه المراه, المرأة المصريه وذلك تحقيقا لأهداف استراتيجيه الوزاره بشان حمايه المراه وفي تنميه الاسره في التمكين الاقتصادي